طيب خلينا برضو يا كريم نطمن الناس على حالة تحديدا. هنتكلم عن بدر بنون وأيمن أشرف. دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق قال إن هم دلوقتي يعني تواجدوا تحديدا بالأمس داخل النادي وقاموا بإجراء المسحة الطبية مع الفريق ومفيش مشاكل، ولكن وإن أيمن أشرف تحديدا كمان تحسنت حالته أو بشكل كبير جدا، ومنفردا يعني بيعمل التدريبات بتاعته بقى منفردا داخل الجيم، وبدر بنون حصل كمان على راحة من التدريبات على أن يتم تقييم حالة الثنائي من جديد هيكون بعد مباراة وادي دجلة. احنا مش عايزين نستعجل، خليهم يعني يمتثلوا للشفاء للنهاية، لكن عند العودة بقى ان شاء الله يرجعوا بشكل افضل بكتير، هو ده المنتظر منهم.